خيرا وجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك. إن كان ذلك المخلوق يطلب أن تحميه من شتائم الناس وقذفهم مع أنه يستحق بل يجب أن يستتاب، ولكن من أنا لا الغباء أستحق، لو سمحت لا أستحق هذا، فتحدث معي بأدب ولا أتحدث نقول معك بأدب في اللغة العربية فهو حرف جر. أنا لن أسبك، لن أشتمك، امسك، لا تقاطعني من فضلك، لا تقاطعني، أنا لا أعرف لا شيئا في اللغة تقاطعني العربية، أنا لا منذ نصف أتمكن ساعة باللغة وأنا العربية، أنتظر، لا تقاطعني من فضلك. لا تقول لي جر ولا مد، أنا لا أتمكن من اللغة العربية، فأنا ألماني أنت وعشت لا في ألمانيا تتمكن من أي وأتحدث شيء، معك لا ألمانية تتمكن أو من إنجليش، خلقي. لا تتحدث معي عربية، أنا لا أعرف أتحدث العربية، ولكن لا أريد تعرف منك شيء. أن تتأدب معي في الحوار. أتوجه إلى الشيخ من فضلكم، هل يمكنني أن أتكلم بدون تفضل مقاطعة أم تفضل أغيب؟ سيد، تفضل تفضل، أرجو أن تستعجل. أنا لا أريد أن يا شيخي يقاطعني. يتحدث عني بأدب وأنا إنه أنا أسأله. لا لا يتحدث بأدب. أتحدث معك، بل أتحدث مع الشيخ ومع الإخوة المسلمين المؤمنين الموحدين. فكل ما أريد أن أقوله، كل ما أريد أن أقوله، يجب أن تحترم الشيخ، فمن أولى الأولويات لهذا الدين الإسلامي الحنيف أن الدين المعاملة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن تحترم ذلك الشيخ. لقد زرت دولا عديدة في شتى أنحاء العالم والتقيت بأناس ملاحدة وكتابيين وكنت أحترم شيبهم، فمن حقك ألا تحب ذلك الشخص لأنه لا يحبك أيضا ولا نحبك، فالولاء والبراء هو عقيدتنا، لكن يجب أن تحترمه. ابني الكبير له 12 سنة يريد أن يقرأك عليكم آية أو آيتين من فضلكم يا أهلا شيخ. وسهلا، أهلا به، أهلا به. تفضل محمد أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض
كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين أشهد أن لا إله إلا الله جزاكم الله خير محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد لقد تاب هذا الأخ الألماني يا شيخ يا الحبيب أريد أن أقول لك شيئا واحدا سامحني وأدعو إلى الله أن يغفر لي أني أسلمت أني حاولت أن أضحك تكرارا ومرارا عندما كان يقرأ آيات القرآن ولم أستطع أن أضحك ولكني بكيت وأشهد الله أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت إن هناك ثالوثا هو الله وجبريل ومحمد وقلت لك هذا غير صحيح الله ليس كمثله شيء يا شيخي لا تكبر قلبي فإني تبت إلى الله ودخلت في الإسلام لا تذكرني بأشياء قلتها من قبل عليه السلام هو الذي يبلغ عن الله وينقل من الله رب العالمين إلى الرسل وحاشاه أن يكون ساعي بريد وحاشاه أن يخطئ في الأنبياء وحاشاه أن يحمل بريدا سريعا إنه له صفة معينة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما محمد فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو الذي نور الله به الكون عليه الصلاة والسلام وهو الذي أراح الله به الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم وهو النور المبين صلى الله عليه وسلم وهو السراج الوضاح صلى الله عليه وسلم وهو الذي هدى الله به الحيارة صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلى الله عليه وسلم هكذا مشاهدي الكرام أسلم وآمن على يد طفل مغربي ماذا فعل محمد ابن إدريس المغربي إنه تلا عليه آيات من سورة الروم ما أجملها وإني أسأله الآن سؤالا ماذا فعلت بك الآيات التي تلاها عليك طفل صغير الحقيقة أن محمدا أبكاني من قلبي وهذه الآيات الجميلة التي قرأها ابننا من المغرب
زلزلة الاستوديو كان النور ينبعث في داخل المكان، ما إحساسك أنت وقد دخلت الآن في الإسلام؟ أهنئك بالإسلام.